الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سنكمل بإذن الله تبارك وتعالى بقية قصة نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكنا توقفنا في اللقاء السابق أن يوسف عليه الصلاة والسلام فسر المنام بتاع ملك مصر أو حاكم مصر إلى طلبه، فعبر منام الملك بوقوع 7 سنين في الخصب والرخاء، ثم 7 سنين جدب، وذلك تأويل قول الله تعالى: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، سورة يوسف، يعني يأتيهم الغيث والخصب والرفاهية، وفيه يعصرون، يعني ما كانوا يعصرونه من الأعناب والزيتون والسمسم وغيرها. فعبر يوسف عليه السلام لهم رؤيا الملك ودلهم على الخير وأرشدهم إلى ما يعتمدونه في حالة خصبهم وجد بهم، وما يفعلونه من إدخار الحبوب في السنين 7 الأولى التي يكون فيها الخصب في سنبله إلا ما يرصد بسبب الأكل، لأن إدخار الحب في سنبله يبقى له وأبعد من الفساد. ثم يأتي بعدها 7 سنين مجدبة يحصل فيها الجدب والقحط، فتأتي على المخزون من السنين 7 التي تقدمتها، أي نصحهم عليه السلام أن يدخروا الحبوب في سنبله إلا ما يرصد للأكل، حتى إذا حل الجدب والقحط وجدوا في مخازنهم ما يسد الرمق ويمسك عنهم الضيق حتى يأتي الله بالخصب والغيث. ففسر عليه السلام البقرات السمان بالسنين التي يكون فيها خصب، والبقرات العجاف بالسنين التي يكون فيها قحط وجدب، وكذلك السنبلات الخضر والسنبلات اليابسات. يقول الله تبارك وتعالى حكاية عن يوسف عليه الصلاة والسلام: قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، سورة يوسف. وقيل إن ساقي الملك لما أرسل إلى يوسف عليه السلام في السجن وقص عليه رؤيا الملك، قال يوسف للساقي: قل للملك هذا 7 سنين مخصبات، ومن بعدهن 7 سنين شداد، إلا أن يحتال لهن. فانطلق الساقي إلى الملك فأخبره، فقال له الملك: ارجع إليه فقل له كيف نصنع. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، سورة يوسف. ولما رجع الساقي إلى الملك وأخبره بتأويل الرؤيا التي سمعها من يوسف عليه السلام، وقع في نفسه صحة ما قاله عليه السلام، وأدرك ما عند يوسف من علم وعقل تام، ورأى سداده، فقال: ائتوني بالذي عبر الرؤيا، وأمر بإحضاره إليه ليكون من جملة خاصته ومن المقربين إليه. فلما جاء رسول الملك إلى يوسف عليه السلام، أبى يوسف عليه السلام أن يخرج من السجن حتى يتبين لكل واحد أنه حبث ظلما وعدوانا، وأنه بريء الساحة مما نسبوه إليه في شأن امرأة العزيز. قال الله تبارك وتعالى: وقال الملك: ائتوني به.
فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. سورة يوسف، أي ارجع إلى سيدك وهو الملك فاسأله أن يتعرف ما شأن تلك النسوة اللاتي قطعن أيديهن فإن الله عليم بكيدهن، ليعلم صحة براءته. وإنما أشفق يوسف أن يرى الملك بعين الشك في أمره أو متهم بفاحشة، وأحب أن يراه بعد استقرار براءته عنده. فرجع رسول الملك إلى الملك وأخبره بما قاله يوسف، فدعا الملك النسوة. طيب هنا بقى ملحوظة، يعني سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام فسر الرؤية وهو في السجن، مهوش يعني زي ما بعض المسلسلات إن يوسف عليه الصلاة والسلام جاء أمام الملك ثم فسر الرؤية، هذا خطأ بنص القرآن. هوان يوسف عليه الصلاة والسلام فسر الرؤية في السجن، بل وكمان أرسل المرسل اللي هو مش طالع من السجن إلا ما تبان براءته قدام الملك. يعني ما هو زي ما اجى في المسلسل، عشان المسلسل دي فيه تحاريف كتير اصلا. وكمان كان ايام العزيز، كان ايام العزيز ده كان اللي بيحكم الهكسوس اللي هم اجوا من فلسطين نصوح على مصر ثم سيطروا على السلطة في هذا الوقت، وليس الفراعنة كما جاء ايضا في المسلسل، هذا طبعا غير صحيح. ماشي. ثم بعد كده يعني الملك جاب بقى النسوة، ثم اللاتي قطعن أيديهن ومعهن امرأة العزيز وقال لهن ما خطبكن. دي بقى الملك اللي بيسألهم، ما خطبكن أي ما كان شأنكم وقصتكم إذ راودتن يوسف عن نفسه. فأجبنه وقلنا للملك حاش لله ما علمنا عليه من سوء، وأنكرنا أن يكون علمنا عليه سوءا. وأعلم النسوة الملك براءة يوسف من السوء الذي ينسب إليه كذبا وبهتانا. ولما رأت امرأة العزيز أن يوسف عليه السلام الذي زجت به في السجن ظلما وعدوانا قد أكرمه الله تعالى لعصمته وطهارته، حتى صار من اهتمام الملك به أنه يستدعيه ليستخلصه لنفسه، اعترفت بما اقترفته وقالت امرأة العزيز الآن حصل الحق، أي ظهر الحق وصار واضحا جليا، واعترفت بأنها هي التي راودته عن نفسه وطلبت منه فعل الفاحشة. يقول الحق تبارك وتعالى إخبارا عما جرى بين الملك والنسوة، قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. سورة يوسف. وبإذن الله تبارك وتعالى سنكمل في اللقاء القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء بقية قصة سيدنا يوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم البلاد والعباد، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.